ماذا تفعل لو اصيب بن شرقي بكورونا ومات؟ هو بيلعب في فريق ايه؟ بن شرقي؟ انبي او غزل المحله؟ بيلعب في الزمالك يا عم سيد. طيب مش ده اللي هو الولاد برعت له بالحلقه ولا التاني الفرجان الساسي؟ بلدياته. ايوه كان المفروض اصلا تبيع الحلقه وتتبرع لك انت كرم. خلاص اقول ايه تاني؟ عندي كروت فكه حلو والشحن بتاعنا عالمي. بس خلاص اقول ايه تاني؟ يعني انت بن شرقي لو جات له كورونا هو انت ليه معلق مع بن شرقي؟ لا ما هو ده السؤال الترند اليومين دول. احنا خلينا في تجديد عقد محمود ابن عمي. يعني برضو عايز يلعب مع فريق الارمنيه والفريق طبعا عليه انت زي ما انت فاهم التزامات كتير، ومحمود طبعا عقده بيتجدد ب7 جنيه في الشهر، فده ده الاهم. احنا بيضحك لوحده هناك وهو بيبص علينا. حاسس باللي انت بتقوله؟ ايوه طبعا محمود ابن عم لعيب كبير وانت فاهم طبعا مهاري لعيب مهاري. احنا 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 نعمل جمعيه ونروح نعالجه. امبارح جات له كوره هو والجون فاضي راح جاي مطلعها بره. محمود ابن عمي هو اللعيب الوحيد اللي بيجيب يعني جون في الفرقتين، فرقته لا ما جابش جون لفريقه، جاب جون في نفسه. يعني هو يعني كرة من فرادة وجون فاضي يعني من كتر يعني بيجيب جوان في المنافس من يعني خلاص كده وصل لمرحلة ان هو بيجيب جوان في نفسه. بص مشجع ازاي؟ لا وبعدين انت شفت اصلا الكوتش بتاع محمود ابن عم عامل ازاي؟ فاكر عليك عم غريب اللي هو كان بيبيع بيلي زمان؟ والله كنا بنروح نلم له الحاجات البلاستيك ونبيع له يدينا بيلي. هو محمود ابن والله وعمك حسين بتاع الحلبسه. بس هو يعني لعيب عالمي وكمان يعني هو ممتع بصراحه. هو ليه بيلعب دفاع؟ انت ملعبه دفاع ليه يا مدرب يا خال؟ مش عارف يجيب جوان فبيجيب جوان فينا. يعني الله الله الله. لا لا بس خلي بالك، لا عالمي محمد. السلام عليكم. عليكم السلام، شرفتنا كرم.